أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد پھر ٹھہریں یا بیٹھ جائیں کچھ ٹائم اور دوسرا خطبہ پڑھیں اللہ اکبر 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 الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مثقال له ولا مماثل له اجل ابادي سرمادي دائم من لا اول ولا اخر له ونشهد ان سيدنا وسندنا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفينا وشفاء صدورنا قرة عيوننا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد ولتكبروا الله على محدكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فَمَنْ يَحْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَحْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَأَنْفَنَا وَإِيَّاكُمْ بِآيَاتِنَا وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَوَّادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَرُّ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ دعاؤں کی گزارش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ